هو في الحقيقة ما كل ما يتعلق بالواقع المعاش للقاضي التمسنا فيه نوع من التحول الإيجابي منذ فترة قريبة، ولا يخفى عليكم أنه السيد رئيس الجمهورية في أوقات صعبة منذ حوالي سنة أو سنة أو نعم منذ حوالي سنة أو سنة ونصف اتخذ مبادرة في هذا الاتجاه، ونحن نشكره عليها لأنه التمسنا فيها نية صادقة بالذهاب بعيدا في وضع القاضي، في وضع القاضي وسط يعني بيئة عملية مريحة جدا ليتحمل فيما بعد مسؤولياته التي أقرها الدستور والقانون. صراحة عندما مجلس الوزراء وبشكل مباشر وعلني يقرر بأن السيد رئيس الجمهورية والسلطات العليا في البلاد تذهب مباشرة إلى إقرار حق القاضي في العيش يعني عيشة كريمة بعيدا على الضغوطات والمغريات، خاصة في مجال الأجر والسكن وظروف العمل، فهذا شيء جميل. أنا التمست عند مجموع القضاة وهناك إحساس وارتياح إيجابي جدا، ونشكر سيد رئيس الجمهورية على ذلك، ونتمنى أن يتجسد ذلك في أقرب الأجل.